19 19 يا استاذ اسمه سلاسه فضاله خلاص ممكن تبدا توصل 40 سنه 70 صغيره خلاص احنا ما ينفعش بعد ما حاجه ماشي بسم الله الرحمن الرحيم النهارده نقابه المهن العلميه عمليه الاقتراح لاستكمال الاماكن الشاغره لمجلس النقابه المجلس اعلى النقابه التنافس فيه على 21 مقعد لاستكمال مقاعد المجلس البالغه 64 مقعدا في المقعد النقيب هذه المقاعد فيها بعض يمثلها بعض المحافظات فوق السن وتحت السن فوق السن اللي هو مضى على تخرجه اكثر من 15 عام واللي تحت السن اللي هو مضى على تخرجه اقل من 15 عام هذه الاماكن في شعبه ممثلين شعبه الكيمياء وشعبه الاداره العلميه وشعبه الحاسب الالي وشعبه علوم الحياه وشعبه العلوم الطبيه لان المعروف ان نقابه المهن العلميه بتضم 7 شعب الكيمياء والفيزياء والإدارة العلمية وعلوم الحاسب والعلوم الطبية وشعبتي رقم القيد العام بتاعه ورقم رقم في الشعبة بيختار ممثليه بشفافية تامة حافظة بالإضافة إلى مقرين زيادة في القاهرة اللي هو مقر الدار العلميين في مدينة نصر ولجنة للمغتربين هنا في مقر المركز الرئيسي بالأنف الأهلية بالإضافة إلى 6 مقرات أخرى في 6 مراكز تأسيسية في الوادي الجديد والغردقة وإدفو والأقصر والعاشر من رمضان والعاشر من رمضان.